اسم حضرتك ايه؟ مصطفى يونس. اسم حضرتك ايه؟ مصطفى يونس، مصطفى حافظ الغندور. حضرتك ليه النهارده قدام السفارة السعودية في الجيزة؟ والله انا جاي هنا بحكم ان انا كنت في السعودية، جلست فيها حوالي تقريبا 27 سنة، ومعروف بالسيرة بتاعتي واخلاقي يعني لك ان تخيلي 27 سنة عايش في وسط ناس، اكثر ما عشت في بلدي عشت في هذه الاماكن يعني. وكنت موظف في بلدية ساجر. في مشكلة حصلت لك في السعودية او ما شابه؟ ما هو انا جاي عشان كده، انا اعتقلت ظلما وعدوانا وزورا وبهتان، كل حاجة وحشة شفتها من هؤلاء. كان لي يعني وظيفة في بلدية ساجر، اي وظيفة حكومية، ثم تحولت الى مواطن عادي، بقى لي اصبح لي كفيل من حكومة الى كفيل، وكان يقرض مني مالا قبل ان اكون على كفالته، حيث انه لو حملة حج وكده يعني كان ياخذ مني مالا ثم يعطيني المال ويزيد عليه اللي هو الارباح او جزء من الارباح. ولما اصبح كفيلا لي استحل 40,000 ريالا، وكان لزمن علي بعد 27 سنة أن أستقر وأخذ قرار لكي أستقر في وسط أبنائي وأهلي وكده يعني. حضرتك لما أخذ المبلغ دوت في أي بلاغ مثلا عملته قدمته في الشرطة؟ أي شيء غير أن إديته مهلة، كنا يوم سبت أو أحد، قلت له لك السبت القادم مهلة، لو لم تعطيني 40,000 ذهبت إلى إمارة الرياض لكي أقدم شكوى لكي أخذ حقي، حيث أن لابد من استقراري مع أبنائي. 5 لي أبناء في الكلية ولي بنتين صغيرتان. كان رد فعله إيه؟ كان رد فعله قال لي بالحرف كده: أنت تعمل باسمي وهذا المبلغ حلال لي. فتعجبت من هذا الرجل، حيث أنه كان مفترض أنه صديق لي 27 عاما. فذهلت، قلت أتقبل 40,000؟ ده الظلمة والمجرمين، وانت راجل رئيس هيئه وبتامر معروف وتنهى عن المنكر وامام جامع، كيف تستحل هذا المبلغ؟ قال انك تعمل باسمي وبتعمل في مجال المقاولات، وبالحرف كده انت بتشتغل بالملايين، ويمكن من اكبر يعني المكاسب. هل ده كان سبب من اسباب اعتقال حضرتك؟ هو سبب رئيسي، استغل نفوذه، حيث انه مده قد ايه اعتقل؟ سنه وشهر وسته ايام، واعتقلت يوم 15 رمضان وخرجت يوم 19 من شوال الشهر. هل في تهمه توجهت لحضرتك؟ مفيش اي تهمه غير ان هم فرزوا الجوال بتاعي المحمول يعني، وبشركه اتصالات ساعدتهم على ذلك، فوجدوا مكالمه تليفونيه، انا مصري والتلفزيون الذي تكلمت به مصري، والذي كان يحاورني مصري اسمه مصطفى بكري رئيس جريده الاسبوع، والمعبر كان موضوع الحلقه: لماذا يغلق معبر رفح؟ ومعبر رفح مصري معلوم، اذا هم ليس لهم من قريب ولا من بعيد ان يتدخلوا في شؤوني كمصري. وبالحرف كده حدث لي التلفيقه واصبح معتقل سياسي، وانا ليس لي في السياسه من قريب ولا من بعيد. ظروف الاعتقال ذل ما بعده ذل، اهانه ما بعدها اهانه، من ساجر الى الرياض كلبش في اليد وكلبش. قول لي من لحظه اعتقالك ايه اللي حصل بالظبط؟ انا فوجئت بعد ان هددت الكفيل بان هشكيه، استغل نفوذه واتصل باتصالات اللي هم بتوع المباحث العامه اللي هم العن من مباحث امن الدوله سابقا هنا، العن وعلى مسؤوليتي الخاصه، اخذوني وجاءوا بخمس سيارات، خمس سيارات معهم اسلحه رشاشات، ثم وضعوا الكلبش في يدي وفي قدمي، وتغميمة العينان، ومن الساجر الى الرياض 300 كيلو مغمم العينان، ما اعرفش انا ماشي فين. حتى لما ذهبت الى السجن حاير دوت اللي هو اللي يدخله يحير، كما ان ابن تيمية يقول: لكل اسم له من اسمه نصيب، فكان يحير بالفعل يعني. ذهبت وانا مغمم العينان مكبل اليدين والقدمين، ولا اعرف انا في اي مكان، بعد 4 اشهر في زنزانه انفرادي ذل ما بعد ذل، اهانه ما بعد هذا. وكنت اكتب شبه يوميا: اريد مندوب من سفاره بلدي، ما سال عني احد، ولا السفاره ولا وزاره الخارجيه. لم ياتي مستشار القانون للسفاره اللي هو خالد الهواري؟ ما جاش تابع القضيه بتاعت حضرتك؟ انا ولا شفت هواري ولا مواري ولا شفت احد خالص، ما شفت حد خالص. بس طلبت السفاره المصريه بان ترسل لك مندوب. طلبت السفاره وطلبت وزاره الخارجيه وطلبت اي حد يسال عني كمواطن مصري وبريء واشرف بالشرف ولله الحمد، وسمعتي عطره هناك في ساجر، كل اهل ساجر يعرفونني جيدا، ولا اعرف. كيف تم الافراج عن حضرتك؟ تم الافراج من 4 اشهر بالضبط،
قالوا ان ما عندكش اي حاجه واكتب شوف انت تشك في مين كتب فيك كيدي، وكانوا منصفين في هذه الجزئيه. كتبت اني لا اشك الا في فيحان سليمان الغربي الذي هو شقيق الكفيل الذي عمل رئيس هيئه امر بالمعروف ونهى عن المنكر، هو نفسه منكر يعني منكر يامر بالمعروف ونهى عن المنكر. هذا لا يعنيني، الذي يعنيني انه تسبب في سجني مده 3 أشهر و6 أيام دون وجه حق، ولا اعرف حتى الان لم ياتي حقي. حضرتك كلمنا عن الانتهاكات اللي حصلت لحضرتك في داخل السجن. انتهاكات لما ياتي هناك انتهاكات جسديه او ضغوط نفسيه او ايه اللي بيحصل؟ حدثي ولا حرج، حدثي ليل ونهار عن انتهاكات. ما في انسان. مثال يا سيد مصطفى. مثال، جاءني الم في قلبي وانا رجل كان عندي شريانين يعملان قليلا، يعني مثلا نسبه 50 40 30%، كشفوا علي وعملوا تحليلات واشعاعات صوتيه واشعاعات مغناطيسيه واشعاعات نوويه، وتبان لهم بدل ان كانوا شريانين اصبح 3 ومنهم واحد كان يعني مغلق اغلاق حاد، لدرجة الدكتور قال لي بالحرف كده قد ونحن نعمل عملية يحدث نزيف داخلي من هذا التسكير الحاد. وطبعا لك أن تتخيلي واحد بيعمل عملية زوجته مش معاه، عياله مش معاه، أهله مش معاه، ما فيش حد حواليه خالص، عملية وفي مكان دقيق في القلب، أقسم بالله العظيم. فعملت العملية وبعد العملية والحمد لله نجحت ولله الحمد، حيث الذين قاموا العملية مصريين، وكنت فخور بذلك، دكتور اسمه محمد علي ودكتور اسمه محمد أشرف، وكان يتابعهم طبيب سعودي، كان يتابع كإدارة فقط، لكن الذي أنا قام علي بالعملية طبيبين مصريين، وكان لي الشرف أن رجعت للسجن بعد قد إيه من العملية؟ مفيش 5 دقائق، 5 دقائق رجعوني السجن تاني، أقسم بالله يعني الكلبش في القدمين واليدين وأنا عامل عملية. إنسان بلاش مسلم، بلاش يغير على دين الله، اركني كل ما ترأوه فيها على جنب، إنسان كلبش في القدمين واليدين وأنا عامل عملية. يعني حاجة يعني ما حد أبداً أبداً يصدق ذلك، ويقولون شرع الله، شرع الله منهم بريء، هدي النبي صلى الله عليه وسلم منهم بريء، وأقسم بالله وعلى مسؤوليتي، رسول الله لو موجود أول ما حارب قبل الكافرين والمشركين هؤلاء الذين يدعون شرع الله، وأتحدى أن الذي يحدث في سجون حاير وفي عليشة وفي الملز وفي الدمام وفي السجون السياسية. كم عدد المصريين تقريبا في سجن الحائر اللي انت شفتهم في الجناح بتاعك؟ الجناح اللي انا كنت فيه ما كانش فيه الا انا بس. جناح 14؟ لا، كان جناح 5 غرفة 8، جناح 5 غرفة 8، اما الجناح الوافدين هو يسمى جناح 2، ذهبت فيه 4 أيام، جلسوني مع ناس عجم بنجال على افغان على، واعتصمت من دريشة اللي بيدخلوا منها الطعام، ولك أن تتخيلي بيدخلوا الطعام من فتحة 10 سنتي في 20 سنتي كما لو كان بيدخل لغنماية أو معزاية أو بالساية بس. يعني انتهاكات ما بعد انتهاكات، ذل ما بعد ذل، شفت ما لا يخطر في البال. يعني مصر يقولون فيها ظلم وكده، والله ما يجي مثقال ذرة من هؤلاء الذين يدعون شرع الله. حضرتك عرفت بميعاد الوقفة النهاردة لأهالي المعتقلين المصريين وحبيت تتضامن معاهم؟ طبعا طبعا طبعا، مش معنى انا طلعت خلاص، حقي لن اتنازل عنه، حقي الذين يقولون عنه انه في حقوق وفي اشياء وكده، لن اتنازل عن حقي حتى ان اموت، بل هكتب في الوصيه الشرعيه لو كتب الله ومت في هذه الايام ابنائي سيطالبون بحقوق الذي انتهكت في بلادي الذين يدعون شرع الله، هي بلاد الحرمين على فكره وليست اسمها السعوديه، التاريخ يؤكد انها حجاز ونجد، اما السعوديه دي نسبت لآل سعود، والاسلام وعهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف الا نجد والحجاز، والان مستحدث ارض الحرمين. وطبعا يعني انا شفت حاجات ما تخطرش في البال نهائيا يا اختي كده، يعني شفت ذل، شفت اهانه، شفت. حضرتك قمت باي اجراء رسمي لما رجعت في قضيه رفعت ضد الانتهاكات اللي حصلت لك؟ اول حاجه رسميه بعملها النهارده القنوات اللي اتعملت معاها حوارات ديت، سواء انتم او الذين قبلكم او الصحف، وهذه خطوة يتبعها خطوات إن شاء الله، لن أتنازل، وسأذهب لوزارة الخارجية غدا إن شاء الله وأشوف حل مع بلدي اللي المفروض تحميني، لأن هؤلاء أمنوا العقاب وعلى مسؤولية الخاصة، أمنوا العقاب فأساءوا الأدب.
مين بتتهمه في السفارة المصرية في السعودية؟ مفيش حد جاني يا اختي خالص، كتبت اكتر من 20 طلب ان عاوز مندوب من سفارة بلدي لكي يرى المهزلة التي انا فيها، وقالوا لينا خطبناهم وهم الذين لا يأتون. وأخي ذهب للسفير مرارا وتكرارا، قال بيننا وبين هؤلاء خطوط حمراء، الذي يسجن في سجون السياسية لا يقترب إليه أحد ولا من قريب ولا من بعيد. السفير ما كانش عارف مكان حضرتك فين؟ عارف واسمي هناك، ولكنه لا يتابع هؤلاء، يقولون أن بين السياسيين خطوط حمراء. أنا ما أعرفش السفارة عملت إيه أصلا، السفارة دي معمولة ليه هناك؟ أنا ما أعرفش. وسؤال وجهه لحسام بيه اللي هو السفير، كن رجل ودافع عن المصريين أيها السفير لكي يكتب لك التاريخ أنك رجل. أما الآن يشترونك بفلوسهم كما يقولون، يقولون بفلوس نعمل كل شيء. الكرامة هدرت يا أختي، الكرامة هدرت، كأن المصري ليس له كرامة. في تواطؤ ما بين أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في السعودية مع السلطات السعودية لإهدار كرامة المصري هناك؟ أبو التواطؤ أبوها وجديها. مقابل إيه؟ مقابل لكي يفرحون بجلوسهم هناك. لا حسنا فارة قنصل اخويا راح له، سفير اخويا راح له، ما في واحد اخويا ما راح له. وزاره الخارجيه كلها عارفه موضوع انا ذهبت لهذا المكان كيدي من الكفيل المجرم الذي يدعي انه رئيس هيئه. هو الحمد لله في الاونه الاخيره فصل من رئاسه الهيئه، اصبح عضو زيه زي اي واحد ليس رئيس هيئه، لانه سجن اكثر من مره بسبب نصب على اناس مثلي. الله يبارك. شكرا.